أهلا مشاهدينا، هذه حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أصحابكم فيه أنا أمل عراب. سنتناول بالبحث ارتدادات وتحديات ما بعد معركة جنين الأخيرة، ونناقش ماذا بعد معركة جنين أمنيا وميدانيا، أي أسئلة تفرضها على الداخل الفلسطيني بين الفصائل والسلطة، وما هي أفاق النزاع إسرائيليا وفلسطينيا. تقدير موقف ما بعد جنين، نبحث فيه ارتدادات وتحديات معركة جنين الأخيرة. نرحب بضيوفنا من اسطنبول الدكتور مهند مصطفى، مدير مركز مدى الكرمل للدراسات، من بيروت السيدة رندا حيدر الباحثة المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية، ومن حيفا عبر سكايب دكتور جوني منصور الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية. قبل البدء بتقدير الموقف دعونا نتابع هذا التقرير. يلملم مخيم جنين الدمار الذي خلفه الاحتلال ويحصي خسائره من أرواح سفكت ومبان دمرت على يد قوات تزداد زياراتها الثقيلة بعتاد الموت والتخريب. في جنين ما يقلق الحكومة الإسرائيلية ويدفعها لتنظيم هجمات متكررة تزداد عنفاً في كل مرة. تدخل قوات الاحتلال المدينة ومخيمها للتمشيط والاعتقال والاغتيال، فتخرج حيناً بأسماء شهداء ويصعب عليها الخروج أحياناً من كمائن المقاومين، فيعود بها إخفاق الهدف من جديد إلى جنين. في عملية فجر الاثنين الماضي مثال على الزخم العسكري المتضاعف للقوات الإسرائيلية على المدينة، عملية استدعت مشاركة 200 آلية عسكرية وعدد من الطائرات وأكثر من 3000 جندي. أما الهدف فكان بحسب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استعادة معادلة الردع وتحقيق حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في المدينة. في أحداث هذا الاقتحام لا يرى محللون تحقيقاً للأهداف الإسرائيلية المعلنة، فقوات الاحتلال خرجت من المخيم تحت وطأة سلاح ومقاومة الفلسطينيين في مشهد لا يعكس حرية الحركة التي تبتغيها إسرائيل، مع خروجها بعد 48 ساعة خالية الوفاض من ردع رمت لاستعادته. في مدة المعركة أيضاً مزاعم إسرائيلية تناقض التحليلات، فبينما تقول إسرائيل إن انتهاء عمليتها جاء بعد وصولها للهدف المنشود، يرى محللون أن المعركة بالأصل كانت لاستعادة ماء وجهها بعد تعرض قواتها لكمين من قبل الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى ضغوط شركاء نتنياهو المتطرفين للمضي قدما نحو معركة واسعة، ما دفع نتنياهو إلى التنفيذ دون المكوث طويلا في جنين، تفاديا لردود فعل دولية تنتقد بالأصل قرارات حكومته وترفض فكرة التوسع بالاستيطان. في اللغة العسكرية أيضاً دليل على إخفاق إسرائيل، إذ اعتادت قوات الاحتلال استخدام سياسة التدمير والتخريب والقتل بعد إخفاقها في اصطياد الهدف، وهو ما حصل في جنين، حيث استهدف الاحتلال البنية التحتية ودمر نحو 800 منزل، بالإضافة إلى إلحاق الضرر ب80% من منازل المخيم وقتل 12 فلسطينياً من بينهم أطفال. هذا ما حصدته إسرائيل من معركتها، بينما بقي خوفها الأكبر ساكناً في جنين، خوف متمثل بقوة متصاعدة للمقاومة في المدينة التي قد تؤدي إلى حالة مسلحة في الضفة الغربية، وبالتالي خطراً على جشع استيطانها وتدميراً لردعها الضائع، ما يترك مدينة جنين ومخيمها على موعد جديد من اعتداءات الاحتلال. نبدأ تقدير الموقف معكم ضيوفنا. سنبدأ معك دكتور منصور من حيفا، مخيم جنين الذي لطالما شكل شوكة قوية أمام حكومات متعاقبة في إسرائيل. اليوم بعد هذه العملية هل زالت أسباب ذلك بما تحقق من أهداف حسب الرواية الإسرائيلية؟ باعتقادي بأن
الدلالات لما حصل في مخيم جنين بعد انتهاء المعركة مؤقتا، وأنا أشدد على كلمة مؤقتا، بأن إسرائيل ستعاود الكرة في المستقبل، وهذا قد أعلن عنه نتنياهو علنا على السياسيين وعلى يد أيضا عسكريين. لكن بدون أدنى شك مخيم جنين يقض مضاجع الإسرائيليين على كافة المستويات، سواء كان المستوى السياسي أو المستوى العسكري، وبأن ما تدعيه إسرائيل بأنها ألحقت ضربة تجاه الإرهابيين كما تسميهم، هذا فقط للاستهلاك الإعلامي ولطمأنة بين مزدوجين الأطراف التي تشارك في الائتلاف الحكومي، وأيضا لطمأنة الشارع العام الإسرائيلي الذي تم حشده وتهيئه مسبقا لمثل هذه العملية أو الاقتحام العسكري على مخيم جنين. بمعنى آخر أن المخيم هو لا زال يشكل لدى الإسرائيليين هاجز قوي بالنسبة لهم وللعسكريين الذين كانوا مسبقا يعرفون بأن ما ينتج عن المعركة هو ليس بحسب التوقعات التي أرادها المستوى السياسي وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو. أستاذة رندا، التصريحات منذ انتهاء العملية حتى الآن كما تفضل دكتور جوني تمحورت حول الأضرار، حول كارثية العملية، وليس حول طبيعة الأهداف أو تحليل هذه الأهداف من الناحية الاستراتيجية. في المقابل عدت العملية بما حملته فشلا أمنيا، فشلا استخباراتيا باستهداف تل أبيب وحتى مستوطنة كيدوميم، فكيف تفسر متواليات الفشل الإسرائيلي هذا؟ في الواقع منذ فترة تحول شمال الضفة وبشكل خاص جنين ومخيم اللاجئين في جنين إلى مشكلة أمنية من الطراز الرفيع فيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي، وما جرى قبل أسابيع عندما وقعت مدرعة أو آلية إسرائيلية نتيجة لغم انفجر فيها كان أكبر دليل على تصاعد القوة الضاربة للمقاومين في جنين. جنين حسب المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية كان برأيهم في 300 مقاتل فلسطيني في هذا المخيم، وهم دخلوا من أجل ضرب هذه القوة المقاومة في داخل المخيم. بعملية خاطفة استمرت 48 ساعة تبين في النهاية أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا سوى في الضربة الاستهلالية الأولى التي استخدموا فيها مسيرات، ضربوا فيها منزلا سريا كان يتواجد فيه بعض المسؤولين العسكريين، وباستثناء ذلك كل الإنجازات العسكرية إنجازات كانت وهمية، هي محاولة تضخيم ما حدث. في الواقع دخلوا وخرجوا ولم يستطيعوا فعلا أن يقضوا على هذه النواة الصلبة من المقاومين. بالطبع الموضوع هو الذي جرى في هذه العملية الأمنية، في هذه العملية العسكرية، هو أسلوب جديد من التحرك العسكري للجيش الإسرائيلي على ما يبدو، من خلال استخدام استخبارات دقيقة، من خلال استخدام مسيرات، من خلال التشبيك بين القوى الجوية وبين قوى البر، ومن خلال استخدام فائض القوة. يعني هذا الفائض من القوة العسكرية التي دخلت إلى مخيم عمليا يعني من الأكثر اكتظاظا في المنطقة ومن الأكثر فقرا، دليل على أنه الجيش الإسرائيلي يريد أن يلقن أهالي مخيم جنين درسا، يريد أن يقتل هذه الروحية القتالية، يريد أن يضعف هذه الحاضنة الشعبية للمقاومين. وفي اعتقادي هو لم ينجح في ذلك، لأن كما رأينا أهالي جنين، أهالي المخيم ما زالوا على مقاومتهم وما زالوا متمسكين بأهدافهم. سأنطلق مما تفضلت به أستاذة رندا، مسألة فائض القوة، العنف، تمجيد القوة ربما واستعمالها حتى بوجود بدائل. دكتور مهند، العناوين كما قلنا مثلا معاريف تتحدث عن كارثة جديدة، تسببنا بأضرار بالغة للمخيم، كانت هذه الجملة تتكرر لدى مسؤولين أمنيين وسياسيين في إسرائيل. هل كانت عملية جنين متنا لإثبات القوة فقط، استعادة ما سمي بمفهوم ردع ضائع؟
لا طبعاً، طبعاً الإسرائيلية بيعتقدوا أنه مثل هذه العمليات يمكن أن تنتج حالة من الردع للمقاومة الفلسطينية، ولكن الردع لا يمكن أن يكون له أي مدلول تجاه المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة الفلسطينية عندها عدالة كبيرة جداً. الردع عادة مكون من قسمين، قسم بتعلق في الإمكانيات والقدرات وهذا إسرائيل هي متفوقة فيه، وقسم يتعلق بعدالة القضية وهذا إسرائيل غير متفوقة فيه. ولذلك المقاومون الفلسطينيون في جنين لديهم الدافعية للمقاومة ولن تستطيع إسرائيل أن تردعهم، ولكن في تصوري أن معركة جنين هي جاءت من أجل هدف آخر، يعني بالإضافة إلى الهدف الأمني والتكتيكي ومحاولة ضرب البنية العسكرية في داخل المخيم، ولكن الهدف الجوهري من هذه العملية هو من أجل ضرب نموذج مخيم جنين. مخيم جنين أعطى نموذج المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو تحول يعني كبير جدا للعمل النضالي في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. نموذج جنين هو نموذج لمخيم فيه توحد لكل الفصائل الفلسطينية ضمن عمل عسكري وضمن عمل مقاومي واحد. هنالك في تنظيم عسكري منظم جدا في داخل المخيم، هنالك في تنسيق عسكري كبير في داخل المخيم، ومخيم جنين تحول إلى نوع من منطقة مستقلة عسكرية في داخل الضفة الغربية. إسرائيل لا تريد هذا النموذج ولا تريد محاكاة هذا النموذج في الضفة الغربية، ولذلك حاولت أن تضرب هذا النموذج، معنى أن تضرب الوعي الفلسطيني بإمكانية تبني هذا النموذج في الضفة الغربية، نموذج مخيم جنين. ومخيم جنين أعطى نموذج أنه يستطيع في ظل احتلال، في ظل حصار، في ظل سيطرة إسرائيلية كاملة، يعني إسرائيل تستعمل فائض في القوة، ليس هنالك لها حاجة أن إسرائيل تحتل كل الضفة الغربية وتسيطر على كل معابر الضفة الغربية، ولكنها أرادت أن تضرب الوعي الفلسطيني بإمكانية نقل هذا النموذج لمخيم جنين إلى باقي مناطق الضفة الغربية. ولذلك الهدف الأساسي من هذه العملية العسكرية هو ليس الهدف الأمني بالأساس، وإنما الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضرب هذا النموذج بما يمثله مخيم جنين من مقاومة ومن تطوير أساليب المقاومة اتجاه إسرائيل واتجاه الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك إسرائيل كانت متخوفة أنه إذا لم تقوم بهذه العملية أن يقوم هذا النموذج أولا بتطوير نفسه بذاته، بمعنى أن يتحول إلى نوع من جنوب لبنان ثانية أو غزة ثانية، وأيضا أراد أن تضربه لكي لا يتحول هذا النموذج يتم تقليده ويتم محاكاته في مناطق أخرى من الضفة الغربية، وهو الذي سوف يؤدي إلى إعاقة أي مداهمات إسرائيلية للضفة الغربية. هذه المداهمات التي تحولت إلى حالة روتينية في الضفة الغربية في داخل مدن الضفة الغربية، مخيم جنين كان نموذج يمكن من خلاله منع هذه المداهمات، منع التكتيك العسكري الإسرائيلي والاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في التعامل مع الضفة الغربية كلها على أنها منطقة مستباحة. ولذلك كان الهدف الأساسي من هذه العملية، الهدف المركزي، هو ضرب هذا النموذج بما يمثل مخيم جنين. ولكن سوف نناقش بعد ممكن أنه هل تم النجاح في ضرب هذا النموذج، وهل يمكن أن يظهر نموذج آخر أكثر منظما مما كان في مخيم جنين، وكيف يمكن ذلك عمليا في الحقيقة. سنعود إلى هذه النقاط دكتور مهند. دكتور جوني، ونحن نتحدث عن مسألة العنف والعقيدة الأمنية المتطرفة لهذه الحكومة، أود أن نسمع تعليقك في مسألة عن العلاقة بين هذه العقلية الأمنية والمجتمع الإسرائيلي. أستشهد هنا بما يتحدث عنه أحد الصحفيين البارزين في إسرائيل، هو يوليرام بيري، حينما يتحدث عن الإفصاح عن شرعية القتل والعنف بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، مش فقط للحكومة. يتحدث عن العسكرية والميتلاريزم، وقال إنها تعد عامل مركزي في هندسة ملامح المجتمع الإسرائيلي، لأنها مش مجرد خيار سياسي أو مجتمعي، بل هي أكثر من ذلك. اليوم بعد عملية جنين وردود الفعل عليها، بأي قدر يتكرس ذلك وما خطورته؟ عملية جنين تكشف يوما بعد يوم أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري. هناك من يظن بأن المجتمع الإسرائيلي ظاهريا هو مجتمع ديمقراطي ومجتمع فيه نقاشات وحوارات، يمكن أن يكون هذا صحيحا، ولكن في واقع الأمر أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع معسكر، بمعنى أن تركيبته وبنيته
الاجتماعية والتربوية التعليمية والحياتية اليومية مبنية على القواعد العسكرية. هناك شبكة من علاقات عسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيلي منذ أن يولد وحتى يبلغ سن الخدمة العسكرية الإجبارية، بمعنى أي مرحلة التعليم المدرسي، هو لا يتعلم فقط، وإنما هو يهيأ للوصول إلى هذه الخدمة العسكرية. ثم تأتي الخدمة العسكرية، بعد ذلك ينطلق إلى المجتمع الواسع، إلا إذا اختار أن يستمر في الجيش في الخدمة الدائمة. ولكن إذا تحول إلى المجتمع العادي، نجد بأنه في إسرائيل أكثر من 60% من المجتمع العامل في إسرائيل قد خدم في إطار عسكري أو أمني، وأن هؤلاء 60% يمتلكون سلاحاً، بمعنى أنه ليس فقط العسكرة هي التي تسود المجتمع ببنيته التعليمية والاجتماعية والحياتية، وإنما أيضاً في سلوكه اليومي ضمن إطار الحياة في المدن وفي القرى وفي البلدات، هؤلاء يحملون السلاح ويتحركون من منطقة أخرى. لذلك ليس صدفة أن هناك منادى من قبل وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير ووزراء آخرين ومسؤولين حمل السلاح وإلى استعماله في حالة الطوارئ وفي حالة الضرورة، دون الرجوع إلى أمر عسكري أو إلى أمر شرطي. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن سكنة عسكرية كاملة موجودة في إسرائيل تتصرف مظهريا وكأن الأمور ليست عسكرية، ولكن ضمنيا وجوهريا هو مجتمع معسكر من أوله حتى آخره. بالمقابل أستاذ رندا، حسب قراءتك، بأي قدر ساهم ذلك في ولادة دور جديد لجيل جديد من المقاومة يطور أساليب الفعل المقاوم على الأرض ومن الناحية السياسية أيضا في نواحي جغرافية عدة؟ لا نتحدث فقط عن الضفة، لا عن غزة، لا عن القدس فقط، ولا عن جنين. أريد فقط أن أضيف إلى ما قاله دكتور جوني فيما يتعلق بحمل السلاح في إسرائيل، أنه منذ تولى إتمار بن غفير منصبه أعطى رخص سلاح بكميات هائلة. يعني بمعنى آخر، إذا منشوف الإحصاءات والأعداد، أنه توزيع السلاح على الأفراد أصبح بكميات كبيرة. هذا من ناحية. من ناحية تانية، الجيش الإسرائيلي الذي يخدم ويحمل مستوطنات، العناصر الجيش معظمها من الشرقيين الذين يعتبرون يكونون عداء كبيرا للفلسطينيين والعرب، وأيضا للأشكناز. يعني في تغير في داخل الجيش الإسرائيلي الذي يخدم في قلب المناطق، في قلب الضفة. طبعا بالإضافة لسموتريتش الذي أصبح الآن مسؤولا عن المخيمات أو الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وبالتالي أعطى زخما هائلا للمستوطنين لكي يقوموا باعتداءاتهم. كل هذا الجو من العنف ومن تصاعد الأعمال العنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة بالطبع أدى إلى تزايد النقمة داخل جيل جديد من الفلسطينيين، هو جيل الشاب. في دراسة بالحقيقة كتبتها الكاتبة ليزا تراكي في آخر عدد من مجلة دراسات فلسطينية، أشارت إلى أمر جدا مهم عن هؤلاء المقاومون الجدد. من هم؟ هؤلاء الذين لا ينتمون إلى فصائل فلسطينية، هؤلاء معظمهم ينتمون إلى طبقة عاملة، هؤلاء الذين هم من طبقة بروليتري، يعني عاملة وفقيرة، ليس أمامهم شيء، لا أفق لهم في الحياة سوى المقاومة. من هنا نجد أن نشأ فعلا جيل جديد، جيل لم يعد يؤمن بالحلول الاقتصادية، لم يعد يقبل بالتسويات التي تجري، لا يرى أمامه سوى رد بالعنف، بالعنف، عنف المستوطن، عنف الجيش الإسرائيلي. من هون نشأ هذه النواة الجديدة من الجيل الشاب المقاوم. أمام هذه النواة دكتور مهند، هل يبدو أن هذه الحكومة بعملياتها الأخيرة حققت ولو جزءا مما صبت لتحقيقه؟ لا طبعا بتاتا. لماذا؟ ممكن حققت بعض الأهداف التكتيكية، يعني في ضرب بنية تحتية في مخيم جنين
وحتى في مداهماتها لمدن الضفة الغربية ومناطق في الضفة الغربية قد تحقق هنا يعني هدف أمني هنا وهناك، ولكن على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الاستراتيجي إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها. والدليل على ذلك هو دليل بسيط جدا، إنه إسرائيل منذ أكثر من عامين تعيش حالة من التوتر الأمني في داخل الضفة الغربية، والتحدي الأمني لإسرائيل في الضفة الغربية فقط يزداد يوما بعد يوم، بمعنى أن كل المحاولات الإسرائيلية العسكرية من مداهمات، من اعتقال، من تصفيات، من مصادرات أراضي، من عنف المستوطنين الذي يعني يتم إعطائهم شرعية ويتم إعطائهم دعم وتواطؤ الحكومة مع عنف المستوطنين، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تراجع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. أنا في تصوري أنه المقاومة في الضفة الغربية، النضال الفلسطيني في الضفة الغربية هو التحول السياسي الأهم في القضية الفلسطينية في آخر 5 سنوات، وإسرائيل تحاول بشكل كبير جدا أن تضرب هذا النفس النضالي الصاعد في الضفة الغربية، وهي تفشل مرة تلو المرة. يعني إذا يعني نظرنا إلى حجم المداهمات وعدد المداهمات الإسرائيلية للضفة الغربية منذ العام الماضي وهذا العام، نجد أن هذه المداهمات ازدادت بشكل كبير جدا من حيث العدد ومن حيث العنف ومن حيث شدة هذه المداهمات، ومع ذلك المقاومة في الضفة الغربية ما زالت مستمرة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعاملها مع الموضوع الفلسطيني، مقاربتها للموضوع الفلسطيني هو فقط مقاربة أمنية، وهي مقاربة تميز العقلية الاستعمارية. ما دامت مقاربتها للقضية الفلسطينية مقاربة أمنية، مقاربة استعمارية، فأنها لن تستطيع أن تحقق أي هدف من أهدافها على المستوى الأمني، ولذلك المقاومة الفلسطينية سوف تزداد. هنالك في قراءة إسرائيلية مهمة جدا ولكنها منقوصة. هذه القراءة تقول إنه الجيل الفلسطيني المقاوم الجديد في الضفة الغربية هو جيل الذي لم يعش الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بمعنى أنه لم يعش القمع الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولذلك هو لا يخاف من المقاومة. ولذلك على إسرائيل أن تعلم هذا الجيل الجديد معنى القمع، معنى القتل، معنى الاعتقال، معنى الاستيطان، لكي تستطيع أن تردعه وتقمعه. ولكن هذا التفكير استعماري. التفكير الحقيقي أن الجيل الفلسطيني الجديد لم يعد يستحمل وجود هذا الاحتلال، لم يعد يستحمل وجود هذا التمادي في الاستيطان، هذا الاستهتار بالإنسان الفلسطيني، الاستهتار بالأرض الفلسطينية أمام صمت دولي. يعني نحن يعني هذه المقاومة الفلسطينية غير مقطوعة عن حالة الصمت على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ولذلك الشعب الفلسطيني وطبعا حالة الضعف التي موجودة على مستوى الحركة الوطنية الفلسطينية عموما، وحالة الضعف الكبيرة جدا على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولذلك هذا الشعب الفلسطيني الذي يرى عنف المستوطنين ويرى مصادرات أراضي ويرى أن الاستيطان مستمر وإسرائيل لا تبالي بأي أحد في العالم، هذا هو السبب الأساسي لازدياد المقاومة الفلسطينية. وما دامت إسرائيل تنظر إلى الفلسطينيين من خلال المنظار الأمني والمنظار العسكري، مهما زادت من عنفها ومن قمعها ومن مداهماتها ومن حملاتها العسكرية، فإن ذلك لن يحقق لها أي هدف من أهدافها الأمنية وطبعا السياسية والاستراتيجية. ولذلك عملية جنين حققت هدف عيني، حققت هدف تكتيكي على المستوى القصير، ولكن جنين سوف يستعيد نفسه، وماذا بعد جنين؟ ربما يستعيد نفسه في الضفة الغربية. السؤال الذي طرح كثيرا، وأسألك دكتور جوني، هل تمتلك إسرائيل الأمنية والسياسية أجوبة لسؤال ماذا بعد جنين؟ يعني مباشرة بعد انتهاء العملية وباعتقادي جراء الضغوط، خصوصا الضغوط الدولية، علما أنه يعني المجتمع الدولي غير آبه بالقضية الفلسطينية منذ عدة سنوات، حتى منذ ما قبل الحرب على أوكرانيا، يعني هناك لا مبالاة في المجتمع الدولي بالنسبة للقضية الفلسطينية. لكن على ما يظهر أنه نتيجة لسرعة العملية وسرعة الرد الفلسطيني من قبل المقاومين بوجه خاص، بعض التحركات التي أبدتها الإدارة الأمريكية وإن كانت يعني محدودة، وأيضا تحركات أبدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، يعني في تغيير نوعي، وإن كان يعني دعيني أقول تصريحي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا من قبل يعني الاتحاد الأوروبي، فإن سرعة الرد الإسرائيلي كانت من قبل
الحكومة الإسرائيلية بأنها تريد أن تحسن بعض الأمور الحياتية الاقتصادية بالنسبة للفلسطينيين، مما يعزز السلطة الفلسطينية في رام الله، وخصوصا أنها أشارت، أي الحكومة الإسرائيلية، إلى أنها يعني تنوي إقامة منطقة صناعية توفر آلاف فرص العمل في منطقة الخليل تركوميا، وأنها ستعيد بعض الأموال إلى الفلسطينيين، وهي أموال قد احتجزتها إسرائيل يعني في حقيقة الأمر. هذه أموال تعود للفلسطينيين بإمكانيات سواء كانت بقضايا محاكم أو باستعادة المقاصات أو الضرائب والجمارك وإلى آخره. بمعنى أن إسرائيل تريد أن يعني تمنح السلطة بعضا من الصلاحيات وتوسع وجودها وحضورها على أرض الواقع وخصوصا في منطقة جنين، مما سيخفف من وطأة انفصال، دعيني أقول بين المزدوجين، انفصال المقاومين، لأن المقاومين هم يعني فئة لا تتبع بالحصر إلى فصيل معين، هي تركيبة وتوليفة من كل مكونات المجتمع الفلسطيني في جنين وفي مخيم جنين. كأن إسرائيل الآن تريد أن تعيد وتجدد قوة وقدرة ونفوذ وحضور السلطة الفلسطينية كجزء من عملية التنسيق الأمني. ولعل هذا ما أقره الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي اليوم الأحد بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية. البيان على كل لم يفصل في الخطوات التي سيتخذها الاحتلال الإسرائيلي، لكن سندرج ذلك في نقاشنا ضمن الجزء الثاني بعد أن ناقشنا مشاهدينا الانعكاسات الأمنية والميدانية وماذا تحقق لدى الاحتلال بعد معركة جنين. سنتابع بعد قليل مناقشة أسئلة الداخل الفلسطيني بين السلطة والفصائل، وأي أفق للنزاع إسرائيليا وفلسطينيا. أحييكم من جديد مشاهدي التلفزيون العربي، هذا الجزء الثاني من برنامج تقدير موقف، ما زلنا نواصل فيه النقاش حول التداعيات الأمنية والسياسية لعملية جنين الأخيرة بالنسبة للداخل الإسرائيلي وبالنسبة للواقع الفلسطيني. نواصل معكم ضيوفنا. أستاذة رندا، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الداخل الفلسطيني، ولعل صحيفة القدس العربي تتحدث عن سعي الحكومة لتفادي أي انتفاضة لأنها تريد تشتيت انتباه الرأي العام المحلي والدولي، بما يكفي للسماح بتوسيع أو توسع كبير للمشاريع الاستيطانية. هل تدفع الاحتلال أو يدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو انتفاضة ثالثة لتحقيق هذه الغايات، وأي دور يريده من السلطة في خضم هذا المشهد حسب قراءتك؟ في الواقع يمكن اليوم القول أن الحكومة الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة الحسم في موضوع التعامل مع السلطة الفلسطينية ومع مشكلة المناطق ولا سيما الضفة. يعني بمعنى آخر، حكومات بدأت بما في شريك فلسطيني، إدارة النزاع، وصلنا الآن لمرحلة الحسم. لا ننسى أن هذه الحكومة تشتمل على اليمين القومي الذي يريد سقوط السلطة الفلسطينية ولا يريد التعاون معها، هو يريد ضم الضفة كلها لدولة إسرائيل، يريد دولة واحدة. فبالتالي ما يجري في جنين، لسيما بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتغيير قانون الانفصال عن شمال غزة ومحاولة توسيع الاستيطان في شمال الضفة، معنى ذلك أنه في بعد آخر لما يجري في جنين، ضرب مخيم اللاجئين، ضرب المقاومة في جنين، هو محاولة لفعلا إسكات أي محاولة من الفلسطينيين لرفض الاحتلال وإبعادهم وحرف النظر عما يجري من توسيع للمستوطنات ومن عودة للاستيطان في شمال الضفة. وفي الواقع الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد تتشبث بالسلطة الفلسطينية فقط برأيي كغطاء، يعني أنه هناك سلطة فلسطينية نريد أن نحافظ عليها فقط كمظهر، ولكن في العمق إضعاف السلطة من خلال حكومات نتنياهو هو
هو يعني سنوات طويلة أضعفوها ماديا، أضعفوها سياسيا، وبالطبع يعني لم تعد للسلطة، ما عاد في ثقة الشعب الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية، لا سيما بعد إلغاء الانتخابات منذ عامين. كل ذلك يؤشر أنه ما يجري في جنين هو فعلا أيضا جزء من مشروع آخر تنوي عليه حكومة اليمين، ألا وهي ضم مناطق جديدة من الضفة إلى إسرائيل وتوسيع الاستيطان في هذه المناطق، وإضعاف أيضا وتقطيع أوصال الضفة أكثر فأكثر، وتحويلها إلى معازل معزولة بطرق التفافية محاطة بمستوطنين، وبالتالي منقطعة عن بعضها البعض. دكتور مهند، بأي قدر يبدو من هذه التصريحات وهذا الكلام أن الواقع والسياق السياسي المحيط بعملية جنين أكثر تعقيداً؟ نتحدث هنا عن التعامل هذه الحكومة مع الملف السياسي، مع السلطة الفلسطينية ودورها، ومحاولة الترويج بأنها جزء من الحل وليست المشكلة. كيف تترابط هذه السياقات؟ أولاً دعنا ننطلق من الإجماع الإسرائيلي الحالي في الحكومة. هنالك في إجماع في داخل الحكومة بكل مركبات الحكومة أن السلطة الفلسطينية ليست شريك سياسي لأي حل سياسي، بمعنى أن إسرائيل بداية تعاملها مع السلطة الفلسطينية أنها ليست مؤسسة أو سلطة سياسية لأي حل سياسي أو تسوية سياسية حول القضية الفلسطينية. الآن أين الخلاف في داخل الحكومة الإسرائيلية؟ الخلاف هو بعد هذه الطبقة، بعد هذا الإجماع. الخلاف هو حول ماذا تريد إسرائيل من السلطة الفلسطينية، وهنالك في توجهين. التوجه الأول هو التوجه الذي يقول لا يجب المبالاة لدور السلطة ومكانتها، وإسرائيل يجب أن تستمر بالاستيطان بالعمليات العسكرية، بإضعاف السلطة، بسرقة الأموال السلطة، وغير مهم إذا انهارت هذه السلطة. هذا التوجه الذي يقوده اليمين الاستيطاني في داخل الحكومة. التوجه الثاني الذي تقود المؤسسة الأمنية وبعض وزراء في داخل الحكومة، وأظن نتنياهو بصمت، أنه يريد أن يعزز من مكانة السلطة، ولكن ليس كشريك سياسي، وإنما يريد أن يعززها كشريك أمني لأجل الحفاظ على الوضع الأمني والاستقرار الأمني في داخل الضفة الغربية. هذا التوجه الثاني الذي يقوده الجيش الإسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية وبعض الوزراء، نابع من قناعة إسرائيلية واضحة أن من أجل أو أحد عوامل ومركبات الحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية هو بسط سيطرة السلطة على كل مناطق السلطة الفلسطينية، وبالذات في البؤر الساخنة مثلا في جنين وفي نابلس. بدون وجود هذه السيطرة للسلطة الفلسطينية على هذه المناطق، فإن إسرائيل سوف تستمر بحملاتها الأمنية ومداهماتها، والمقاومة الفلسطينية سوف تستمر. بمعنى أن هنالك إجماع على أن السلطة ليست شريك سياسي، هنالك خلاف في داخل الحكومة حول دور السلطة الأمني، بمعنى أن إسرائيل تتعامل الآن مع السلطة فقط من الناحية الأمنية، فقط من الزاوية الأمنية، ولذلك هذا الأمر أدى إلى فقدان الثقة بالسلطة الفلسطينية. يعني هذا واحد من العوامل، هنالك في تراكم من غياب الثقة الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية، تراكم كبير جدا له المئات من الأسباب، ولكن حاليا هذا واحد من العوامل التي زادت من عدم الثقة بالسلطة، وكأن السلطة الآن هي جزء من الحل الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. ولذلك في تصوري أن التوجه الذي يقوده الجيش وبعض الوزراء وبالذات نتنياهو هو التوجه الذي سوف يسيطر، ولكن ليس بناء السلطة كشريك سياسي، وإنما محاولة تعزيز دورها الأمني وإعادة التنسيق الأمني كما كان سابقا. وللأسف الشديد هنالك في السلطة استجابة إلى ذلك، يعني في توجه في السلطة يرى في نموذج جنين، يرى في نموذج عين الأسود في نابلس، يرى في نموذج المقاومة الشبابية الجديدة تحديا لها، بمعنى السلطة لا تدعم المقاومة الفلسطينية بتاتا، لا سياسيا ولا ميدانيا، ولا حتى يعني تدعم المقاومة الشعبية للنضال الفلسطيني في الضفة الغربية، ولذلك إسرائيل تريد تعزيزها فقط من الناحية الأمنية. وفي اعتقادي هذا هو الآن سيكون التوجه الإسرائيلي، ولكن ليس توجها كاملا، بمعنى أنه سيكون في تحفظات من داخل الحكومة الإسرائيلية على بعض التسهيلات التي تريد إسرائيل إعطائها، لأنه بالنهاية أمال، بالنهاية الهدف
الأساسي لليمين الإسرائيلي هو ضم الضفة الغربية. هذا الهدف الاستراتيجي. الآن هنالك يمين ينظر للسلطة كجزء من هذا الهدف، وهنالك يمين ينظر إلى السلطة على أنها عائق أمام هذا الهدف، ولكن الكل يسعى إلى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لليمين. اليمين لا يريد أي تسوية سياسية، لا يريد أي حل سياسي، ولا يرى في السلطة أي شريك سياسي لإسرائيل. هذا إجماع في داخل اليمين، ويريد أن يحقق فقط استقرار أمني من أجل تعزيز الاستيطان. وبالنهاية تحقيق الهدف الاستراتيجي لليمين هو ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وبقاء سلطة فلسطينية على شكل يعني حكم ذاتي يدير بعض المناطق في داخل الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية. طيب، هذا ما تفضلت به دكتور مهند كتب عنه أيضا كتاب ومحللون إسرائيليون يقولون، وهنا أتوجه لك دكتور جوني، بأن إسرائيل تسعى للعودة إلى مسألة التنسيق الأمني كأولوية قصوى بالنسبة للسلطة. واليوم هناك نقاش حكومي حول السلطة الفلسطينية، نتنياهو وجالانت ربما مع تعويمها، رؤوس الاستيطان الوزارية ضد هذا الأمر، اشتراطات أمنية قد تعتبر قاسية أيضا. ما الخيارات المتاحة حقيقة وواقعيا أمام السلطة الفلسطينية اليوم؟ يعني السلطة الفلسطينية لا توجد خيارات كثيرة. الخيار أو ممكن أن نقول أنه في هناك خيارات جدا محدودة. ممكن يكون خيار أول أن تبقى الأمور على ما هي عليه، وبالتالي ستنهار السلطة نهائيا. والخيار الثاني أن تسارع السلطة وتستجيب إلى يعني مطالب الشعب الفلسطيني، وعندها هذا يعني أنه تعترف السلطة نهائيا بانتهاء مفعول اتفاقيات أوسلو، وهذا ما لا تريده القيادة الحالية في السلطة. ما تريد القيادة الحالية أن تستمر في إدارة الأمور الحياتية اليومية، وأن تتعامل مع إسرائيل بما له علاقة بالشأن الاقتصادي وأيضا بالشأن الأمني المرتبط بالتنسيق الأمني. ولذلك رأينا أنه في هناك سرعة للاستجابة من قبل السلطة، ولو أنه لم يكن ذلك حتى الآن بشكل رسمي، للخطة الحكومية الإسرائيلية بإعادة، دعيني أقول، بعض المسارات التي يعني ترضي الفلسطينيين. يعني الحكومة الإسرائيلية الآن، وكما أشار دكتور مهند، بأنها يعني فيها تيارين. تيار لا يريد التعامل مع الفلسطينيين كلية، وهو تيار اليميني المتطرف المتمثل بحزب القوى اليهودية وحزب الصهيونية السياسية. هناك تيار داخل الحكومة وخصوصا أعضاء من حزب الليكود، وبينهم أيضا قيادات عسكرية ونتنياهو، تريد أن تحافظ على الإطار القائم حتى تقوم هذه السلطة الفلسطينية بإدارة محلية فقط. يعني الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو اختبرناه منذ حكوماته السابقة، هو لا يسعى كلية إلى أن يتوصل إلى أي اتفاق أو تسوية سلمية مع السلطة الفلسطينية أو مع الشعب الفلسطيني. وصرح يعني عشية العملية في جنين بأنه لا ينوي أبدا أن يسعى إلى إقامة دولة فلسطينية بالمرة. يعني أصبح واضح ما تسعى إليه إسرائيل هو السيطرة على مزيد ومزيد من الأراضي الفلسطينية، ثانيا التضييق على الفلسطينيين في معازل هي أشبه بمدن مكتظة وبضمنها المخيمات، وثالثا أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة هذه المعازل حسب نظام بلديات. أنا باعتقادي يعني ما تجري إليه وليس حكم ذاتي، وإنما إدارة بلديات فقط لا أكثر ولا أقل، وبالتالي تتحكم إسرائيل بالفلسطينيين. هذا يشبه إلى حد ما وأنا أقول ذلك بحذر شديد، تحكم إسرائيل وسيطرة إسرائيل بالفلسطينيين في الداخل، الذين يعني بقوا في فلسطين التاريخية 48 وإسرائيل منحتهم الهويات والمواطنة المجزوءة وغير الكاملة، ولكنها تتحكم بحياتهم اليومية، سواء كان بالسكن، بالعمل، بالتعليم، بالمناهج، وإلى آخره من أدوات التحكم والسيطرة والهيمنة على الفلسطينيين. بمعنى أن الفلسطينيين في إسرائيل لديهم مساحة أوسع قليلا من الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية والواقعين تحت احتلال يضيق عليهم ضمن إطار مشروع استيطاني كبير وواسع
يعني يقدم الأرض يوما بعد يوم. نستطيع أن نشبه بين الحالتين الفلسطينيتين لنصل إلى النتيجة بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية كسابقاتها من حكومات نتنياهو إذا تحدثنا عنها تريد الاستمرار في السيطرة والتحكم بالفلسطينيين أينما كانوا في أي موقع جغرافي من فلسطين بأدوات مختلفة بين الفلسطينيين في الداخل وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية أو الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة أو الفلسطينيين في القدس الشرقية. ففي عندنا نماذج من يعني أقول السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في فلسطين التاريخية. طيب كل هذا ربما ألا يضيق الخيارات أكثر على الفلسطينيين؟ ونحن هنا نتحدث عن الفلسطينيين، نتحدث عن السلطة أم نتحدث عن الفصائل المقاومة أم عن هذا الجيل الجديد الذي لا يعتبر فصائليا وقد لا يريد أن ينضوي تحت مظلة أي من الفصائل أو السلطة؟ أستاذة رندا، ما المتاح؟ هل لهم أن أو عليهم أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم في واقع عربي أصبحت بعض قطاراته متجهة نحو التطبيع أم ماذا تحديداً؟ في الواقع يعني ما ننسى أنه الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو من يمكن الاحتلال الأخير بالعالم، واحتلال شرس وعنيف وقمعي. ملايين الفلسطينيين يعيشون حالة دائمة من القمع ومن الخوف ومن الاضطهاد. قلة قليلة من المستوطنين تستبد بتجمعات فلسطينية هائلة. كل هذا الأمر من الظلم الهائل في وجود تمثيل سياسي للسلطة الفلسطينية أصبح هزيلا جدا. تمثيل لم يعد يملك أي شرعية. ما في انتخابات، ما جرت انتخابات فعلية منذ سنوات. الشباب لا غير ممثل في كل هذه الطبقة السياسية التي تحكم اليوم في السلطة. القادة الأجهزة الأمنية قادة كلهم متهمين بالفساد. عمليات توزيع المغانم، يعني بعتذر أحكي بهالكلام، نحن بلبنان يمكن منعاني أيضا من هذه المسائل، بس الفساد في السلطة فساد مستشري جدا. في فئة عم تغتني وعم تمتلك قدرات، وفي فئات شعبية مسحوقة على الآخر. في طلاق كامل بين طبقات كاملة من الشعب الفلسطيني وبين من يستلمون السلطة الفلسطينية اليوم، وهذا الأمر لا يجوز وغير قابل. يعني هناك حتى يمكن في هبة شعبية داخل أراضي السلطة نفسها، يعني في رفض لهالشيء. فالكلام اليوم الإسرائيلي أنه تمكين السلطة وأعطائها صلاحيات تقويتها وتعزيزها يعني شيء مزري ومثير للاستياء. أنه كيف يمكن أنه بعد ما هني سنوات طويلة طعنوا في شرعيتها وانه غير لا تمثل الشعب الفلسطيني وابو مازن ضعيف والى اخره، هلا بدها ترجع تعطيها صلاحيات لحتى تضبط امنيا المخيمات وبؤر المقاومه؟ انا بلاقي هالشيء منافي للعقل والمنطق. السلطه امام مازق كبير اذا لم تستدرك الامر ولم تقم بعمليه مراجعه سياسيه ولم تدرس فعلا خياراتها ولم تقم حوارا مع كل الفئات المجتمع الفلسطيني، هي أمام مأزق حقيقي. والمشروع الوطني الفلسطيني المشتهى في ظل كل هذه السياقات، بالنسبة لعملية السلام والدولة الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي دكتور مهند يقولها دائما ويرددها بأنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقمع أي طريق لتطلعات الفلسطينيين، لكن ماذا بعد؟ هل هذا هو الموجود؟ لا طبعا. أولا يعني هذا موقف نتنياهو تاريخيا. حتى عندما نتنياهو ألقى خطاب ببار إيلان وتحدث عن حل الدولتين، إذا فحصنا مركبات حل الدولتين الذي طرحه نتنياهو هو يعني منسجم إلى حد ما مع صفقة القرن، بمعنى هي ليست دولة، يعني بالتعريف النظري لدولة ليست دولة فلسطينية. ولذلك نتنياهو عندما كان يقول في السابق حل الدولتين هو يقصد دولة أمام سلطة حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية. ولكن يعني قبل ما أجيب على سؤالك أمال، أريد أن فقط أن أعقب عن موضوع السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية حتى لو أنه إسرائيل الآن يعني مدتها بكل أسباب القوة الاقتصادية والسياسية وعطتها
يعني متنفس جديد لكي تستعيد قوتها، هي فقدت الثقة من الشعب الفلسطيني. لن يفيدها ذلك، على العكس تماما، هذا الأمر سوف يضر بالسلطة الفلسطينية. ما يفيد السلطة الفلسطينية هو إعادة وتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات. إسرائيل لا تريد سلطة فلسطينية قوية، إسرائيل لا تريد انهيار السلطة الفلسطينية، وفي فرق شاسع بين الأمرين، بمعنى أن إسرائيل تريد وجود سلطة فلسطينية، لا تريد انهيارها، ولكن لا تريدها كشريكة لأي حل سياسي. ولذلك عطفا على سؤالك الآن الحل، نحن أمام واقع إسرائيلي يرفض الحديث عن أي عن طموح وطني للشعب الفلسطيني. هو أصلا لا يعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وكل مقاربته للفلسطينيين هي مقاربة من الزاوية الأمنية. ولذلك نحن أمام واقع إسرائيلي منذ سنوات لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. نحن أمام واقع إقليمي صعب جدا على القضية الفلسطينية. نحن أمام واقع دولي صامت عما تقوم به إسرائيل. ولذلك الحل هو فلسطيني، بمعنى أن الآن الخروج من هذا المأزق هو فقط من خلال الفلسطينيين أنفسهم، بمعنى أن الآن الحل الفلسطيني هو ليس من خلال الرهان من جديد على المفاوضات وحل الدولتين والتوجه للأمم المتحدة وما إلى ذلك. الرهان الفلسطيني أمام إسرائيل، أمام تعزيز الاستيطان، أمام الآن إعادة بناء مستوطنات جديدة، أمام مشروع الضم الذي هو الآن يتم على أرض الواقع، مشروع الضم أمام كل ذلك، هنالك في حاجة إلى بناء البيت الفلسطيني. هذا هو مشروع الفلسطين الحالي، هذا هو مشروع الفلسطيني. الفلسطينيين يستطيعون مواجهة إسرائيل من خلال بناء البيت الفلسطيني، من خلال إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا يبدأ من خلال إعادة تجديد السلطة الوطنية الفلسطينية. طيب، الآن أنا لست هذا على مدى معين، على مدى زمني معين دكتور مهند، يعني قد يكون على مدى متوسط أو على مدى بعيد، لكن في الوقت الحالي وبما أننا مرتبطين زمنيا بآخر عملية في جنين، هل يمكن البناء على النموذج الفلسطيني الذي قدم في جنين عسكريا وسياسيا؟ نعم طبعا، وهنالك يعني هذا النموذج هو كان موجود في جنين وكان موجود في مناطق أخرى في الضفة الغربية. الآن زمام المبادرة هي بيد الشباب الفلسطيني، الشباب الفلسطيني الذي يجد أن السلطة الفلسطينية ضعيفة، لا تحافظ عليه، لا تحميه، لا تدافع عنه، وأمام إسرائيل التي مستمرة في الاستيطان وتعلن بشكل واضح أنها تريد الضم. ولذلك الرهان هو حاليا على المستوى الفلسطيني واستمرار النضال الفلسطيني، استمرار هذا الزخم النضالي السياسي في الضفة الغربية. وكما قلت سابقا، هذا التحول السياسي المركزي على مستوى القضية الفلسطينية، هذا أهم مما يحدث في غزة، هذا أهم من المقاومة في غزة. المقاومة في الضفة الغربية الآن هي أهم، المقاومة في الضفة الغربية الآن هي التي تحمي القضية الفلسطينية من تصفيتها، هي التي تحمي القضية الفلسطينية من محاولة حسمها إسرائيليا. لماذا لارتباطها بمسألة الاستيطان؟ هنالك يجب لماذا تعتبرها الأهم؟ نعم، أعتبرها الأهم لأنه الآن المشروع الإسرائيلي الأساسي هو الضفة الغربية، هذا المشروع الأساسي. على فكرة حتى الحملات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السنوات الأخيرة كان هدفها قطع أي تواصل بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة، بمعنى فصل الساحات الفلسطينية. الضفة الغربية تحاول أن تعيد من جديد بناء البيت الفلسطيني، تحاول أن تعيد من جديد بناء النضال الفلسطيني في الضفة الغربية. المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الآن هو في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، قطاع غزة محاصرة، ولكن الآن محاولة الحسم هي في الضفة الغربية. ولذلك الرد الفلسطيني على إسرائيل على مشاريعها المعلنة، على مشاريعها الاستيطانية المعلنة، هنالك تم الآن يتم إعادة بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية تم تفكيكها في عام 2005، هنالك في مشروع إسرائيلي. الرد عليه هو من خلال تعزيز النضال والنفس النضالي في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية هي ليست بمستوى هذا الحدث، هي ليست بمستوى لا على المستوى السياسي ولا على المستوى النضالي،
ولا طيب على مستوى ربما قد يطرح سؤال عن البديل. اسمح لي أن أتوجه إلى الدكتور جوني، يعني قد يطرح سؤال عن البديل الفلسطيني الراهن، التحديات كبرى، ما تفضل به الدكتور مهند عن أهمية الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال اليوم، بالنسبة للقضية الفلسطينية، مسألة المستوطنات الكبرى والسعي إلى تحويلها لبلديات، وهذه العملية التي تحدث كل يوم، أي آلة يمكن أن توقفها بواقعية أيضا؟ يعني ما يجري الآن في الضفة الغربية يجب أن ندركه وأن يعني نقرأه بمنظار مختلف. المقاومون الفلسطينيون يعني يقومون بالمهمة التي كان يتوجب على منظمة التحرير، دعيني أقول رسميا أو على فتح أو على أي فصيل آخر معلن بالقيام به. صحيح أنه يمكن هؤلاء الشباب يعني ينتمون في نهاية الأمر إلى هذا الفصيل وإلى هذا التيار وغيره، ولكن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلة الآن بمخيم جنين، وكأنها ترسل رسالة إلى القيادة الفلسطينية، يعني غير مهم الآن، القيادة الحالية هي قيادة يعني أصبحت مترهلة وتريد أن تبحث عن إمكانية لصراع البقاء، ولكن هذه رسالة إلى القيادات الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. المطلوب الآن على الصعيد الفلسطيني بعد جنين السعي إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء المشروع الفلسطيني من جديد، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بأن الساحات الفلسطينية غير مقتصرة فقط على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة. الساحات الفلسطينية الآن هي ساحات في الداخل 48، هي في اللجوء في المخيمات في لبنان وسوريا والأردن وغيره، وأيضا في الشتات في العالم. وأنا باعتقادي أنه في دور كبير جدا للفلسطينيين في أوروبا وفي الأمريكيتين لبعث المشروع الوطني الفلسطيني من جديد، لوضع خطة تساعد الشعب الفلسطيني في فلسطين للخروج من مأزقه دون الانتظار لأي خلاص لا من الاتحاد الأوروبي ولا من الأمم المتحدة ولا من راعي السلام وغيره وغيره. الآن المسألة موجودة في البيت الفلسطيني. ما جرى في جنين هو رسالة أولى تنبه الفلسطينيين إلى أهمية البدء بالعمل على بناء هذا المشروع. رسالة أولى قد لا تكون الأخيرة، عطفا على ما تفضلت به وأجمع عليه ضيفانا منذ بداية هذه الحلقة. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في تقدير موقف من اسطنبول، دكتور مهند مصطفى مدير مركز مدى الكرمل للدراسات، من بيروت شكرا أستاذة رندا حيدر الباحثة المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية، وشكرا جزيلا من حيفا الدكتور جوني منصور الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية. شكرنا الجزيل لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، حتى نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل وتقدير موقف جديد. إلى اللقاء.